النهارده بيشرفنا المهندسه ناديه صالح، كلنا عارفينها. المهندسه ناديه صالح الحقيقه في المجموعه اللي هم تولوا استلام النقابه من الحارس القضائي وتولوا اجراء الانتخابات. وتولوا اجراء الانتخابات شخصيه لها الثقه بتاعتها عند كل المهندسين وكل بيثق في حياديتها في هذا الامر. الحقيقه طرحت مبادره احنا قلنا لها اساسا واكثر من كده اللي تحب تطرحيه في هذا الامر، فالميكروفون مع حضرتك عشان تطرح المبادره كما تراها هي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشتوني وحشني امسك الميكروفون، مش معناها ان احنا هنعمل انتخابات تاني، انما معناها ان احنا محتاجين ان احنا نكون مش جمعيه غير عاديه، انما هي اجتماع غير عادي. اجتماع غير عادي لان احنا محتاجين نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض، لان احنا كلنا في انتخاباتنا السنه اللي فاتت في يناير واحنا بننتخب النقيب، وفي نوفمبر واحنا بننتخب مجلس النقابه، كلنا وما زلنا ان احنا نحط ايدينا في ايدين المجلس علشان نطلع نقابه اول نقابه منتخبه نثبت للدنيا كلها ان احنا اتظلمنا بال 17 سنه تحت الحراسه، وان احنا لما بندير امورنا بنفسنا قادرين على ان احنا ندير امورنا بنفسنا. كلنا مختلفين وقد نكون مختلفين في الرؤى ومختلفين في الاهداف، انما في الاخر كلنا مختلفين في ترتيب الاهداف، انما هي اهداف واحده لخدمه النقابه وخدمه المهندس. ازاي نقابتنا تقدر تخدم المهندس؟ اللي انا بس عايزه النهارده ارسيه ان احنا يجمعنا لغه حوار علميه مش موجوده في الشارع المصري. احنا نقابه تجمع مهندسين مصر وبالذات مهندسين اسكندريه. يبقى احنا لما بنتكلم ما بنتكلمش على حاجه تقبل وجهات النظر، حد يبص لاداء النقابه على انه مرضي، وحد يبص لها على انه مقبول، وحد يبص لها على انه اقل من المتوسط. احنا بيجمعنا لغه مشتركه هي لغه علميه. احنا عايزين اهداف معلنه واضحه بمواعيد محدده علشان لما ننجز منها نقول احنا ادينا قد ايه من المستهدف. يبقى لما انا اقول انا كمهندس اديت 90% من المستهدف اقول له ممتاز، انما لما يقول لي انا اديت اداء مرضي انا ما اعرفش المرضي ده معاييره ايه. فاحنا قاعدين عشان نحط لغه خطاب واحده. فانا باسم الدكتور علي بركات بدعوكم كلكم يوم الجمعه الجايه بعد الصلاه ندي لنفسنا اسبوع نقول طلباتنا من النقابه ايه. خلال الاسبوع ده اي مهندس انا بترجاه، لان احنا علشان يبقى الاجتماع مثمر مطلوب له ايه؟ مطلوب له تحديد ميعاد واجنده. يبقى لازم عارفين احنا جايين نعمل ايه. الاجنده هي اكيد اللي كان جاي النهارده متصور ان هو قانوني او غير قانوني بيتكلم في ثقته في المجلس، ما كانش بيتكلم على تصرف واحد او تصرفين، لا بيتكلم على تصوره بان الاداء ما ارضاش طموحه او ما ارضاش البرنامج اللي اعلن في اثناء الانتخابات من المجموعه المنتخبه، او كان شايف ان هو لا في حاجه كمان الاحداث ضافتها والنقابه ما تواكبتش معاها. ممكن نتكلم في موضوع ياخد اهتمامي انا وما ياخدش اهتمامكم انتم، ممكن واحد فيكم ياخد اهتمامه عن التاني. انا طالبه منكم علشان ما نبقاش مجرد بنعارض او فعلا احنا مجرد ان اي حاجه تتقال نقول لا عايزين احسن منها، لا انا عايزه كل واحد فيكم، كلنا عارفين هموم المهندس ايه وكلنا عارفين ملفات اللي بنتعامل فيها ايه، كل واحد بس عشان يشارك مشاركه ايجابيه يكتب في ورقه الخمس اولويات بالترتيب بتاعها، اهم اولوياته عايز ايه من النقابه ومن المجلس. اهم اولويات، اهم خمس اولويات بالترتيب بتاعها نحطهم في صندوق هنا في النادي، لان النادي هو اللي على رجلينا كلنا مش النقابه في بورسعيد. كل حد يهمه يشارك مشاركه فعاله في مناقشه فعاله في مناقشه موضوعيه يتحط لها حل موضوعي، مش مجرد ان احنا ندخل في كلام نختلف ونتفق فيه ونطلع في الاخر من غير نتائج. احنا عايزين في الاخر نحدد اعلى خمس اولويات عندنا كمهندسين نتمنى ان هي تتعمل. احنا عندنا اليات القانون حطها لنا،
احنا عندنا تجديد نصفي في يناير اللي جاي، النقابة بقالها سنة، مجلس النقابة المنتخب بقاله سنة، السنة الجاية في يناير عندنا انتخاب تجديد نصفي، وبعد سنتين بنغير النقابة كلها، بنقول لها شكرا ونجدد للمجموعة او لا، او بنضيف اليها اللي احنا كل واحد حسب الاغلبية ما تقول هنحترم رأي الاغلبية، انما عشان مش كل واحد فينا يتكلم نقول له انت بتعبر عن مين وبتعبر عن كام وانت اه وانت لا. خلونا موضوعيين، ايه المواضيع اللي ناقصانا نكملها، ايه المواضيع اللي فيها قصور. بعد اذنكم لو كل واحد فينا حط اعلى 5 اهتمامات عنده وحطها بالترتيب بتاع اولوياته، يعني نمره 1 هو اعلاها اهتماما، نقدر نجمع نقدر نجمع اعلى اهتمام، واعلى اهتمام ده مش هيمثل اهتمام المهندسين، هيمثل الجزء النشط من المهندسين، الجزء اللي عايز يشارك من المهندسين. احنا لما بنتكلم على الانتخابات بنقعد ندعو كل مهندسين للمشاركة عشان يطلع في الاخر الرأي يمثل اغلبية حقيقية، انما اللي بيجي ينتخب ما هوش المجموع اللي نخلينا نطمن ان حتى اللي جاي ينتخب عدد الناخبين من عدد المقيدين للانتخاب يخلينا نطمن ان دي اغلبية حقيقية. فلما كمان جوه المقيدين للانتخاب اللي بيشاركوا خلال الاربع سنين بآرائهم يكونوا اقل من كده، ده معناها ان احنا مش عايزين مجرد الصوت العالي يعبر عننا، لا مش تملي الصوت العالي ولنا في الشارع المصري قدوة، مش تملي اللي بيتكلم بحس عالي هو اللي بيعبر عننا، او لو عبر مش هو ده بالظبط مطالبنا. خلينا نشارك مشاركة فعالة، كل واحد فينا شايف من وجهة نظره ان في تحسن في حاجة وفي قصور في حاجة، لا وفي حاجة تناسب خالص، يبقى لازم نحط من وجهة نظر كل واحد فينا ايه اهم 5 مواضيع تهمه وايه النقط بتاعتها ونحطها بترتيب اولويته. واحنا علينا نجمع ايه اعلى اولوية اخدت جموع الناس اللي اشتركت كانت بالنسبة لهم اعلى اهتمام، واحنا قد نكون احنا بنفيد مجلس النقابة بان احنا نقول له قبل ما ننزل السنة الجاية في انتخابات نصفية من فضلك خلال السنة حط الاولويات بتاعتنا في اهتمامك، لان انا دخلت مبنى النقابة لمدة 3 اشهر وشفت يعني ايه ممكن المشاكل اليومية اللي الواحد داخل ومش متوقعها تستغرق اليوم العمل بالكامل، حتى لو مش عمل تطوعي، حتى لو عمل 24 ساعة ممكن احل مشكلة يومية تاخدني من هدف عظيم انا مقصرة فيه، ما انا في الاخر افراد نكمل لهم كل الاحترام على المستوى الانساني والمستوى المهني بوقت تطوعي محدود. يبقى انا بقول لهم لا من فضلكم احنا انتخبناكم مش عشان تحلوا مشكلة كل يوم في النقابة ولا مشكلة موظف ولا مشكلة ايه اللي تحصل وايه اللي ما تحصلش، وتنسالي ان انا قانون 66 لسنة 74 لغاية النهاردة مش عارفة هيتغير ازاي وتغير ولا لا، وهيدخل انهي دورة تشريعية وهيتغير بناء على ايه. لا انا كان يهمني انك تبص للفقرة اللي بتقول قد يكون انا علشان مسكت انتخابات بقول حاجات ممكن تكون صغيرة جدا جدا وتتوه عننا، فليكن مثلا في القانون بتاعنا بنقول انتخاباتنا تبتدي الساعة 10، على لغاية الساعة 10 دي يكون تراكم عندي 10,000 مهندس عايزين ساعة ما اللجنة تفتح ينتخب، ليه ما يكونش قانون انتخاباتي بيقول 8؟ ليه يحط لي حاجة تزنقني ان انا الناس موجودة وانا موجودة ومش قادرة افتح لجنة لغاية الساعة 10؟ انا بدي مثل قد يكون بالنسبة للي ما لمسوش ما يمثلش اهمية، انما انا بقول قانوننا 66-74 يمثل اهمية يمثل اولوية. لكم واحد فيكم معرفش قد يكون بالنسبة له لا قانون المعاشات او زيادة المعاشات والدراسة الاكتوارية بتاعتها تهمه اكتر من اي حاجة تانية، قد يكون الكادر والبطالة وبدل طبيعة العمل تهم الشباب قبل اي حاجة تانية. انا عايزة اشوف كم واحد هيشارك، مش بس نعترض، الاعتراض مش اجتماع ونقول احنا معترضين، لا احنا مشتركين، احنا شركة، لو احنا شركة كل واحد ياخد من وقته 5 دقايق يكتب ورقة فيها 5 اولويات بالترتيب اللي تهمه ونحطها في صندوق اقتراحات ونفرغها ونطلع منها ب5 اولويات بنناقشها مع نقابتنا يوم الجمعة الجاية بعد الصلاة لو اذن دكتور علي بركات يحدد لنا ميعاد اجتماع والوقت بتاعه والاجندة اللي هنشتغل. بالنسبة للموعد أساساً
الموعد المتاح في النادي هنا فعلا، والموعد اللي اقترحته الباشمهندسه سالنا عليه متاح يوم الجمعه القادمه باذن الله عقب صلاه الجمعه لغايه الساعه 4 قاعه الملكه موجوده متاحه في هذا الامر. وانا بقترع عشان ما اكونش في واسطه بينكم وبين المهندسه ناديه، انا هنحط الايميل بتاع المهندسه ناديه على الموقع بحيث ان برضه ما تبقاش حاجه مجرد صندوق، لا نبعت لها بصوره مباشره، هنحط ايميل الموقع بتاعنا وايميل المهندسه ناديه صالح يبعت لها مباشره. المهندسه يا ريت يفرق بين حاجتين بس، احنا في عندنا حاجات منوط بها النقابه العامه وحاجات منوط بها النقابه الفرعيه، واحنا بنتكلم على دخل المهندسين او كادر المهندسين، مش بنعمل كادر مهندسين اسكندريه، ده بنعمل حاجه خاصه بالنقابه العامه، فنكون عارفين ده خاص بالنقابه العامه. واحنا بنتكلم عن معاشات، بنتكلم على معاشات مهندسي مصر، وبالتالي دي خاصه بالنقابه العامه، يبقى بذكر في حاجات كذا دي خاصه في النقابه العامه، احنا دورنا نرفعها. لكن بالفعل مش احنا المسؤولين عن انجازها، احنا جزء من المساهمين فيها في هذا الامر. لكن في حاجات منوط بيها النقابه الفرعيه، ودي يهمنا برضه تكون بتركز عليها لوحدها. ففي طلبات من النقابه العامه وطلبات من النقابه الفرعيه، وهيبقى الايميل باذن الله من النهارده، ونسيب يحسبه لنا ونحطه على الموقع بعد اذنها. بحيث تبعت لها مباشره، هي هتلاقي الحاجات اللي هي مشتركه هتجمعها مع بعضها، وان شاء الله لقاء الجمعه هي اللي هتتولى عرض الاولويات عشان ما حدش يقول ان احنا حجبنا اي حاجه في هذا الامر. شوف مهندس النادي.